باب الجلالة والسمو. نفتقد هذا العام قائدي. نعم، بحمد الله وتوفيقه ما تم اليوم بحكمة قيادات المجلس وأيضا الأشقاء في جمهورية مصر العربية هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية وجميع ما يخدم إن شاء الله العلاقات بين الدول الأعضاء وأيضا مصر، وسوف يكون لبنة قوية ومهمة إن شاء الله لمستقبل المنطقة واستقرار هذه الجود المباركة بحمد الله ثم بتعاون الجميع للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة المباركة، والذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا بما يخدم أمالها وتطلعاتها.